خلي قني الصلاح حرام، خلي يسمع صوتي بالتركي. ليش 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 ما تخلي الناس تشوف مواهبي؟ يلا تفضل. يلا شوف يا جماعة اشهدوا، ها هو اللي طلب يغني. خلي الناس تشوف مواهبي، ترى عارف اغني. يلا صراحة اتمنى لك الشفاء العاجل بعد الاذن. والله ما قعد الحال انك تروح تتعالج معي يا حبيبي. لا والله. جماعة حس حس عنده موهبة. اتمنى تدعمون الموهبة الجميلة. اي ان شاء الله ان شاء الله بهذا الموسم اشارك بعرب عادي مال الصوت. و عرب عادل منو هذا؟ عرب عايدي مال الصوت. مال الصوت مال حلول مال العرب مال يعني حسام مال... انطلق انطلق كل الناس روح تصويت علي انا يا رب يسرها يا رب يسرها. عندي ناصر عندي اليوتيوب صار ليوم يسوي الاعلانات مال عصير. احد قال لهم انا مريض؟ ايش دخل المرض في العصير؟ زين هو يلا 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 الله اسمع الاحساس، مالك خص بالصوت صلاح، اسمع الاحساس. ايه انا مركز على الاحساس. حمي انا مركز على الاحساس. شوف شوف ايدسن ايدسن يا انا يذبحني بغمض اور باتن يا باذنجان شنو سيرتارتي فورتي سنتين يا أرمم. للحين ماشي صح، للحين ماشي صح. أرمم 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 أوه تاتري أوه الله أوه تاتري. شوف الإحساس شوف الإحساس. أرمم يا حبيبي هذا بس ذا الكلمات ما عرفت. بيض الله وجهك. الله 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 امانه بس عطني رقم التصويت حقك بصوت لك بعرب عادي. عرب عادي تعرف علي بصوت لك يا حسها. والله بس اجهز اغنيه انا ان شاء الله، قلت الشاعر يكتب لي اغنيه واكتب اغنيه خاصه لي. ممكن تعطيني عنوان وش